أخواني الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أحد الأسبوع اللي فات كنت بحضر على أحد الفضائيات مناظرة ومحاورة ما بين شخصين بيحكوا عن التدخل التركي في ليبيا. فاتجه الحوار ما بينهم على أنه هل الخلافة العثمانية كانت حماية للأمة العربية أم هل كانت استعمار للأمة العربية؟ وهل كان العرب هم سبب إنهاء الخلافة العثمانية أو دمار الخلافة العثمانية؟ فاليوم احنا حابين نحكي ونناقش تاريخ الخلافة العثمانية في الوطن العربي وبالشرق الأوسط كامل، حتى يعني نعمل دراسة لتاريخ الخلافة العثمانية والدولة العثمانية. كثير من الناس بيعتقد انه الخلافة العثمانية اللي عمرها 400 سنة كانت طول وقتها وطول عمرها خلافة قوية ومتماسكة، وانها كانت ممتدة بكل الدول العالم، بكل الدول اللي كانت محتليتها او مسيطرة عليها وكانت محكمة السيطرة على الموضوع هذا، وانه الدول العربية هي اللي جابت الاستعمار للشرق الاوسط وهي اللي استدعت القوى الاستعمارية للشرق الاوسط. بالحقيقة الحكي هذا غير دقيق. الدولة العثمانية ما كانت قوية طول ايام فتراتها، ومش العرب اللي هم اللي جابوا المستعمر، بل انه اللي استدعى المستعمر الى الشرق الاوسط القوى الاوروبية والمستعمرين الاوروبيين اللي استدعاهم للشرق الاوسط هي الدولة العثمانية نفسها. في عام 1831 صار خلاف ما بين محمد علي باشا والي مصر وما بين الخليفة العثماني محمود الثاني. فقام محمد علي باشا بتسيير حملته إلى بلاد الشام، ففتح عكا وحيفا وأخذ ولاية حلب وأخذ ولاية دمشق حتى وصل لمنطقة اسمها كوتاهية، وصارت هناك معركة اسمها معركة قونية، وقدر يفتح إنه معركة قونية، وصار جيش محمد علي باشا قيادة ابنه إبراهيم باشا على أبواب القسطنطينية، وصار بده يحتل القسطنطينية. والحكي هذا عام 1831، جيوش الجيش المصري وصل إلى منطقة مدينة قونية عام 1831. يوميتها الخليفة العثماني استنجد بالقوات عن اتفاقية كوتاهية عام 1831. هذه الاتفاقية أعطت حق إدارة وقيادة بلاد الشام وسوريا ومصر لمحمد علي باشا. بعد 8 سنين عام 1839 قامت الجيوش العثمانية بعمل حملة أخرى على الجيش المصري في كوتاهية. قامت معركة اسمها معركة نصيبين. في هذاك الوقت الجيش التركي العثماني ما استحمل مع الجيش المصري 6 ساعات. قام الجيش المصري بالقضاء على الجيش العثماني بمدة 6 ساعات. والخليفة حتى يميتها أسروا القائد الصدر الأعظم اللي كان اسمه بهذيك المعركة رشيد محمد خوجة. قامت القوات المصرية بأسر رشيد محمد خوجة اللي كان الصدر الأعظم في هذه المعركة. والوالي العثماني محمود الثاني لما عرف بنتيجة المعركة ما تحمل الموضوع ومات. وصارت ودبت الفوضى بالقسطنطينية ودب الذعر بالقسطنطينية، وحتى انه معظم الجنود العثمانيين رأوا انه القيادة والوحيد القادر على حماية الأمة الإسلامية هو محمد علي باشا. والأسطول البحري العثماني كل هياته تحول إلى قيادة محمد علي باشا، وكلهم انتقلوا إلى الأسطول المصري بالإسكندرية. قام بعدها محمد علي باشا فتح مدينة البصرة، البصرة بالعراق، شوف لوين كان واصل محمد علي باشا. فتح مدينة البصرة بالعراق، ومن ثم بدأ يفكر إنه يفتح الإحساء والقطيف بالجزيرة العربية. بهاي الفترة الدول الأوروبية خافت من سطوة محمد علي باشا، وخافت من إنه تطلع قوة جديدة أو أمير جديد يلملم الأمم اللي بالشرق هاي وتصير تحت قيادة قوية. فقامت بدعم الدولة العثمانية والحد من نفوذ محمد علي باشا، وأجبرته أنه يرجع جيشه، وأجبرته أنه يوقع اتفاقية اسمها اتفاقية لندرة عام 1840، رجعته وخلته أنه هو والي مصر والسودان فقط، وأنه الخلافة أو قيادة مصر والسودان فيه وبعائلته، حتى أنها تحمي الدولة العثمانية من الانهيار. فإحنا من خلال هاي الأحداث بنشوف إنه الدولة العثمانية أو الخلافة العثمانية وصلت لأحداث كثيرة، وكان تمر بأحداث كثيرة بلحظات ضعف كبيرة قبل الثورة العربية الكبرى. الثورة العربية الكبرى كانت عام 1916. قبل الثورة العربية الكبرى كانت الخلافة العثمانية تمر بلحظات ضعف ووهن كبيرة بشكل كبير، حتى أنها كانت تسمى رجل أوروبا المريض. طيب شو الأسباب اللي خلت الخلافة العثمانية تصير خلافة ضعيفة أو دولة ضعيفة، بحيث أنه محمد علي باشا بظرف مدة زمنية بسيطة يصير بده يسقط القسطنطينية، وأنه الجيوش البريطانية هي اللي تفزع له؟ أهم سببين بالأخص ساهمين في ضعف الخلافة العثمانية هما: أول سبب الجيش الانكشاري،
الجيش الانكشاري كان أهم سبب لقوة الخلافة العثمانية، ولكن مع مرور الزمن هذا الجيش صار أهم سبب من أسباب ضعف هذه الخلافة العثمانية. الجيش الانكشاري جهزوا الخليفة الثاني أو الثالث للخلافة العثمانية اسمه أورخان، وكان اسمه الانكشاري يعني معناه الجنود الجدد. هذا الجيش كان قوي جدا وكان مقدمة الجيوش، وهو الجيش اللي استخدمته الخلافة العثمانية في فتح معظم البلدان. ولكن مشكلة الجيش هذا صار يتدخل بالسياسة مع مرور الزمن، ومع صارت الخلافات السياسية، مين يصير الخليفة العثماني ومين يستلم الأمور ومين يأخذ الخلافة ومين يخلف مين، صاروا يلجأوا للجيش الانكشاري إنه هو اللي يحل بين الخلفاء. فالجيش الانكشاري صار هو يتدخل بالسياسة، وصار هو يحط السلاطين، ووصل لفترة من الفترات على إنه حتى يقتل السلطان. وهذا الحكي صار سنة 1622 لما ذبح السلطان عثمان الثاني، وكمان ذبح السلطان إبراهيم الأول سنة 1648. فصار الجيش الانكشاري قوة تتدخل بالسياسة، تتدخل قوة عسكرية تتدخل بالسياسة، تتدخل بالأمور السياسية، وكبر نفوذها على مستوى الدولة، وصار دولة داخل دولة. فصار كل الخلفاء العثمانيين اللي استلموا الخلافة العثمانية أو الدولة العثمانية ضعاف جدا قدام القادة الانكشاريين، وبطل في لهم أي سلطة على قادة الجيش الانكشاري. طبعا قادة الجيش الانكشاري مع السلطة ومع النفوذ اللي صار لهم حبوا أنه يستمر الوضع على ما هو عليه. فالآن خلال الفترة هذيك صارت الدولة العثمانية بدها تطور جيشها بحيث أنه يصير جيش متطور مثل الدول الأوروبية، لأن الدول الأوروبية صارت تطور جيوشها، صاروا يعملوا تجنيد إجباري، صاروا يعملوا خطط حربية، تنظيم خطط أدوات حربية، آلات حربية. ولكن الجيش الانكشاري رفض هذا التطور. آخر إشي انجبرت الدولة العثمانية أنها تصطدم بالجيش الانكشاري وتقضي عليه عام 1826 بما سمي التمرد الانكشاري أو الواقعة الخيرية. إحنا الآن لاحظوا إحنا قاعدين نحكي عام 1826. محمد علي باشا لما وصل القسطنطينية عام 1831، يعني بعد 5 سنين من التمرد الانكشاري، شفنا كيف الجيش الانكشاري هو اللي ساهم بضعف الدولة العثمانية. حتى نشرح كمان كيف كانت الجيش الانكشاري كان يرفض التطور اللي موجود ما بين الجيوش العالمية. عام 1897، عام 1798 يعني قبل الأحداث هاي ب 28 سنة، كانت الحملة الفرنسية على مصر وعلى الشرق وعلى الشرق الأوسط. فلما إجا نابليون طلعوا المماليك يواجهوه. طبعا المماليك لما طلعوا يواجهوا نابليون طلعوا يواجهوه بالسيوف وبخيول والأمور البدائية اللي زي هاي. نابليون جيوشه معاها مدافع ومعاها بواريد ومعاها يعني آلاف حربية. فنابليون احتل الإسكندرية بيوم واحد. فبعد ما احتل الإسكندرية احتل القاهرة بعد 6 أيام. 6 أيام بين القاهرة والإسكندرية بهذيك الأيام، يعني أنت قاعد بتحكي عن مسافة الطريق بس. يعني الجيوش هذيك الأيام ما يعني كان في فرق كبير بين الجيوش، جيش بحارب ببرودة ومدفع وجيش بحارب بسيف وفرس. هذا اللي كان وضع بالدولة العثمانية بهذيك الأيام. عندها نابليون طور حملته وراح على الشرق الأوسط، راح على فلسطين. بنعرف احنا كلنا انه نابليون انكسر امام اسوار عكا، واهم سبب اللي خلى جيش نابليون انه ينكسر انه صمود اهل عكا، والسبب الثاني كان في وباء، وهذا الوباء قضى على عدد كبير من جيش نابليون اللي انجبر نابليون يرجع لمصر. وبعد ما رجع لمصر صار في تمرد عنده بفرنسا، فسحب جنوده وطلع من فرنسا. هذا الحكي عام 1798. ساهم بفراغ سياسي بمصر إجا الضابط الألباني محمد علي باشا عام 1804 استلم مصر. فبنلاحظ إنه الأحداث هذه، الحملة الفرنسية والفرق الكبير ما بين الجنود وقوات الجنود والتمرد الانكشاري عام 1826 ومحمد وظهور محمد علي باشا وحملته على بلاد الشام عام 1831، هاي الأحداث مترابطة زمنيا. فالآن الجيش الانكشاري وتدخله بالسياسة وعملية عزله وتوليه للسلاطين وتدخله بالأمور السياسية وإدارة الدولة أسهم بضعف الدولة بشكل كبير للخلافة العثمانية. أحد أهم الأسباب الثانية أو السبب الثاني المهم اللي خلى الدولة العثمانية ضعيفة هو ما يسمى بالامتيازات الأجنبية. هاي الامتيازات الأجنبية هي امتيازات كانت تعطيها الدولة العثمانية للدول الأوروبية عشان تحسن التجارة ما بينها وبينهم. أول ما بدأ هاي الامتيازات محمد الفاتح أو محمد الثاني أعطى امتيازات لأهل فينيسيا أو لأهل الجنوب الإيطالي، وبعدين إجا سليمان القانوني أعطى امتيازات
لأهل فرنسا أو للملك الفرنسي بهذيك الأيام. طيب ليش الدولة العثمانية كانت تعطي الامتيازات للدول الأوروبية؟ هل الامتيازات كانت تعطيها إياهم حتى تحسن التجارة وتخوي التجارة بالدولة العثمانية؟ لأنه بهذيك الفترة فاسكو دي جاما اكتشف طريق رأس الرجاء الصالح، والآن طريق التجارة العالمي تغير من أوروبا الشرق الأوسط للصين والهند، صار يجي من عند أوروبا ويلفوا حول رأس الرجاء الصالح حول قارة أفريقيا ويروح على الهند. فالآن التجارة ضعفت بهذه الدول، حتى أنه دولة المماليك اللي قبل العثمانيين ضعفت نتيجة أنه طريق التجارة تغير. يجوا قبل حرب مرج دابق والريدانية اللي هي الحروب العثمانيين اللي احتلوا فيها بلاد الشام واحتلوا فيها مصر وأخذوها من المماليك، كان سبب ضعف دولة المماليك تغير طريق التجارة. فالآن الدولة العثمانية أو الخلافة العثمانية أول ما بسطت سيطرتها حتى تحرك التجارة أعطت الامتيازات للدول الأوروبية ولملوك أوروبا، هذه الامتيازات التجارية حتى تحرك التجارة ما بينها وبينهم. هذا الحكي كان ممتاز جدا بداية سنة 1535 أيام محمد الفاتح، بعديه كمان بأربعين سنة أيام سليمان القانوني، ولكن مع مرور الوقت هاي الامتيازات صارت تتطور، وصارت تتطور إلى تدخل أجنبي داخل الدولة العثمانية، حتى أنه صار في رعاية للدولة العثمانية مش تابعين للدولة العثمانية بل تابعين لهاي الممالك. دخلت فرنسا وصارت بدها تحمي المسيحيين الكاثوليك، فصاروا المسيحيين الكاثوليك اللي تابعين للخلافة العثمانية تابعين لفرنسا. دخلت روسيا صارت بدها تحمي المسيحيين الأرثوذكس، صاروا المسيحيين الأرثوذكس اللي موجودين داخل الخلافة العثمانية تابعين لروسيا. هذا الحكي تطور كمان حتى صار انه الدولة العثمانية ما بتقدر تأخذ قرار إلا بعد ما تشاور هاي الممالك الأجنبية أو هاي الدول الأوروبية. هذا الحكي على مدى السنين ومدى 400 سنة ساهم بإضعاف الدولة العثمانية وإضعاف إنه نفوذها وإضعاف قوتها وقدرتها على إدارة نفسها أو إنه تكون ند لهذه الدول. هذول السببين، الجيش الانكشاري والامتيازات الأجنبية وتطورهم وانحرافهم عن مسارها، هم اللي ساهموا بضعف الدولة العثمانية. والدولة العثمانية مرت بلحظات ضعف كبير جدا يعني، وعملت معاهدات كثيرة كانت تطلب من الدول الأوروبية إنها تحميها. في نقطة بدنا نحكي فيها، في خلال الحوار اللي شفته ادعى أحد المحاورين أنه الخلافة العثمانية كانت استعمار للأمة العربية، فالمحاور الثاني قال له لا مش استعمار، الخلافة كانت حماية للأمة العربية، وأنه لو أنها كانت استعمار كان إحنا العرب هسا بنحكي تركي. يعني هو وجهة نظره صحيحة، يعني مثلا بريطانيا استعمرت الهند، هسا اللغة الرسمية بالهند الإنجليزي. البرتغال وإسبانيا استعمرن دول أمريكا اللاتينية اللي هن البرازيل والأرجنتين، قاعدين بيحكوا إسباني وبرتغالي. فرنسا استعمرت شمال أفريقيا، معظمهم بيحكوا فرنسي لأن لغتهم الثانية أو لغتهم الرسمية الثانية بيحكوا فرنسي. طب إحنا العرب ليش ما بنحكي تركي؟ بما أنهم من الأتراك استعمرونا، ليش إحنا ما بنحكي تركي؟ إحنا بنحكيش لسببين. أول إشي هذا السبب لطبيعة الثقافة العربية. الثقافة العربية صنفها سامويل هنتكتون في كتابه صراع الحضارات Crash of Civilization، صنفها كحضارة رافضة، وصنف حضارات العالم يعني الحضارة الهندية صنفها حضارة هاضمة Digestive Civilization، الحضارة العربية Refused Civilization حضارة رافضة. فالحضارات الرافضة هاي بترفض أي تغيير من المستعمر، أي تغيير لمبادئها أو ثقافتها من أي مستعمر. فالدول العربية هي من الدول أو الثقافة العربية من الثقافات اللي بترفض أي تغيير لمصطلحاتها ولتعابيرها. وأقوى إشي بيقوي الثقافة العربية وبيخلي إلها عمق مع التاريخ وعمق تصمد أمام التغيرات اللي هو الدين الإسلامي، هو إنه القرآن نزل باللغة العربية. إضافة السبب الثاني تعامل الأتراك مع العلوم. هسا الأتراك مش من الشعوب أو الحضارات اللي كانت تتعامل مع العلوم بشكل كبير أو بشكل محترم أو بتحب تطور. يعني إحنا لو نشوف بغداد أثناء الخلافة العباسية كيف كان الاهتمام بالعلوم والاهتمام بالثقافة، الحكي هذا ما كان موجود عندهم. حتى لو تشوف الدول الأوروبية بالقرن التاسع عشر أو بداية القرن العشرين كيف كان الاهتمام بالعلوم بالثقافة، الأتراك ما كان عندهم الاهتمام بالعلوم والثقافة مثل هاي الدول. حتى أنه المخترع السويدي غوتنبرغ لما اخترع الآلة الطابعة، تعرف أول شيء طبعه بعد ما اخترع الآلة الطابعة هو الكتاب المقدس عند المسيحيين،
الأتراك حرموا الطباعة وحرموا الحبر بحجة أنه مدنس أو أنه نجس، حتى أنه القرآن الكريم أول نسخة مطبوعة من القرآن الكريم انطبع بمطبعة اسمها مطبعة الخشارة، كانت بلبنان، وهي المطبعة لناس مسيحيين، لأنه الأتراك كانوا يحرموا الطباعة وكانوا يحرموا أنك تكتب بالحبر القرآن الكريم أو أي شيء. هذا الحكي ساهم بشكل كبير أنهم ما يبسطوا ثقافتهم أو ما يبسطوا العمق الثقافي أو مبادئهم الثقافية على الشعوب العربية. ولأجل هيك إحنا كعرب قد ما استعمرونا 400 سنة ما تحولنا، أو عرب الشرق الأوسط ما تحولنا نحكي لغة تركية، أو ما تأثرنا بتأثير ثقافي بالخلافة العثمانية بشكل كبير. الآن إحنا حكينا عن الخلافة العثمانية يعني بالقرن الخامس عشر وتقريبا بالسادس عشر وبالسابع عشر والثامن عشر، خلال الفترات هذه. المرة الجاية راح نحكي عن الخلافة العثمانية بداية القرن العشرين، وكيف كانت تتعامل مع الشعوب العربية بالشرق الأوسط، واللي كانوا يعانوه واللي كانوا يشوفوه الشعوب العربية بالشرق الأوسط خلال هذه الفترة. شكرا لكم على الاستماع.